مشاهدينا الكرام، أفاد مراسل إكسترا نيوز في برلين بوقوع إصابات خطيرة في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت، كما أشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في فرانكفورت. للمزيد ينضم إلينا الآن الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في برلين. يعني عربي، بعد التحية، هل هناك من تفاصيل عن منفذ هذه العملية؟ المتحدثة باسم شرطة فرانكفورت قالت قبل قليل أنهم تمكنوا بالفعل من إلقاء القبض على شخص بجوار محطة القطارات في الشارع المقابل للمحطة بعد أن قام بطعن عدة أشخاص، حوالي 3 أشخاص، رغم أن الأرقام غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن هل هم 3 أو 4 أو 5 أشخاص، ولكن الرقم هم 3 أشخاص صباح اليوم حوالي الساعة 9 صباحا. وخطوره الاصابات حتى الان الحقيقه غير واضحه، ولكن المعلومات تقول ان هم 3 اشخاص. الضحايا حسب شهود العيان للشرطه، قوات الشرطه في المنطقه كلمت معاهم، قالوا ان الضحايا ان الفاعل قام باختيار الضحايا بشكل عشوائي في الشارع. وخلال عمليه الطعن الشرطه قامت الحقيقه باغلاق 3 شوارع حوالين محطه القطارات الرئيسيه في فرانكفورت خوفا من وجود شركاء. ولكن الشرطة حتى الآن لم تريد التعليق بشكل كبير على الأمر، وصرحت بأن الأسباب حتى الآن غير معروفة، وموجودين في موقع الجريمة بيجمعوا معلومات وبيستجوبوا شهود العيان وحتى الناس اللي كانوا موجودين في بلكونات البيوت اللي كانت موجودة في الشوارع لتجميع معلومات عن الأسباب حتى الآن. ولكن المعلومات الأساسية حتى الآن إيه السبب لسه غير معروف. نعم، يعني حتى الآن لا يعرف من هم الذين تم طعنهم، أو على الأصح كما ذكرت أن الطعن تم بشكل عشوائي، وحتى الآن أيضا لم يعرف سبب تنفيذ هذه العملية أو من هو منفذ هذه العملية حتى الآن. حتى الآن دعاء بالفعل الأسباب الرئيسية لقيام هذا الشخص بطعن 3 أشخاص في الشارع بشكل عشوائي، الأسباب الرئيسية مش معروفة، هل هي أسباب إرهابية اللي هو أو حتى كان تحت تأثير المخدرات زي ما بيحصل في ألمانيا في بعض الأماكن. ولكن المتحدثة الرسمية قالت السبب الرئيسي وراء حادث الطعن غير معروف حتى الآن، وهناك تخوفات منذ 9 صباحا وحتى الآن أن يكون هناك شركاء الحقيقة وراء هذه الجريمة. وتم إغلاق بالفعل 3 شوارع حوالين محطة القطارات الرئيسية الموجودة في مدينة فرانكفورت أم ماين هنا في ألمانيا، ولكن الفاعل الرئيسي تم إلقاء القبض عليه، وهو الآن بيخضع لقوات الشرطة للتحقيقات عن الأسباب الرئيسية اللي خلته يقوم بهذا الفعل. نعم، طب هل هناك أي معلومات لماذا قالت الشرطة أنه ربما يكون له شركاء؟ الحقيقة ما فيش أي معلومات خالص من الشرطة. الشرطة الألمانية في أمور كثيرة في الحوادث مماثلة لهذا الحادث بتكون حذرة جدا إنها يعني تقول أي معلومات في البداية، بتنتظر حتى تقوم باستجواب هذا الشخص. ولكن حوادث الطعن بشكل عام في ألمانيا يعني منذ مده اكثر من 3 إلى 4 سنوات منتشره بشكل كبير، حتى هنا في العاصمه الالمانيه برلين وعلى بعد شوارع قليله من منزلي كان هناك حادث طعن الاسبوع الماضي، ولكن الدوافع وراء هذا الحادث كانت دوافع اجراميه بشكل اخر. ولكن هذا الحادث تحديدا الذي حدث صباح اليوم الساعه 9 هناك بعض المعلومات المفهومه، ربما زي كما اشرت ربما هناك شركاء ولكنهم هربوا بشكل سريع قبل ان تقوم قوات الشرطة في فرانكفورت بالقبض عليهم. المعلومات التحليلات حتى الآن أن بالفعل ربما يكون هناك شركاء، لذلك أغلاق قوات الشرطة 3 شوارع مبدئيا. ربما الفاعل قال أن هناك شركاء، ولكن قوات الشرطة في ألمانيا لا تريد التصريح بذلك حتى الآن. نعم، ردود أفعال الموجودين في محيط هذه العملية كيف كان وكيف هو الآن؟ الحقيقه الدعاء القناه الاولى الالمانيه نقلت بعد حوالي نصف ساعه من الموقع مباشر مع بعض سكان المنطقه اللي شافوا يعني بعد صريخ الناس اللي قام هذا الفعل بطعنهم كانوا يصرخون بالطبع، في ناس خرجت في البلكونات. القناه الاولى الالمانيه نقلت منهم بعد نصف ساعه، كان مراسلهم موجود هناك في المدينه. الناس في الحقيقه كانت في حاله ذهول كبيره جدا، لان الراجل كان يجري في الشارع بسكين، وكان حسب كلامهم ان هو بيقوم بطعن المواطنين بشكل عشوائي، وطبعا لما بيكون حد ماشي في الشارع الموضوع بيسبب حاله من الارتباك كبيره جدا، وكان يعني حاله صريخ كبيره لدرجه خوف من التصدي له، يعني من ان تكون النتيجه هو طعن ايضا الشخص الذي يتصدى لمن قام بهذه العمليه.
بالظبط، لدرجه ان احد المواطنات في احد البلكونات كمان قالت للقناه الاولى الالمانيه ان هي وهي في البلكونه، طبعا الراجل مش هيقدر يوصل لها، سحبت بنتها من البلكونه ودخلت جوه الشقه. قالت كده للقناه الاولى الالمانيه نتيجه الصدمه الكبيره. مثل هذه الحوادث في المانيا كما تعلمين المجتمع الالماني مجتمع هادئ بطبعه، ولكن مثل هذه الحوادث بشكل عشوائي في الشارع بطريقه غير مرتبه يسبب حاله من الهلع كبيره جدا للمواطنين. نعم، على كافة الأحوال بالتأكيد عندما يكون هناك المزيد من الأخبار والمزيد من التفاصيل بالتأكيد عربي مرزوق ستوافينا بها عن هذه العملية، وإن كان منفذ أيضا هذه العملية له شركاء أم لا، ربما يكون هناك أسباب لهذه العملية ربما لا تكون هناك أسباب، حتى الآن لا توجد أي معلومات محددة عن أسباب هذه العملية، وإن كان منفذ الطعن هو وحده فقط أم له شركاء، إن كانت هناك أسباب أم لا. عدد المصابين كما ذكر لنا الزميل عربي مرزوق حتى الآن هم 3، لا تعرف حالتهم الصحية ما هي، وكما قيل أيضا أن يعني من تم طعنهم كان الأمر بشكل عشوائي. إذن حتى الآن أيضا ونحن الآن نتحدث عن المعلومات الواردة حتى اللحظة، ربما تتغير بعد قليل، لكن حتى اللحظة أن الأمر كان بشكل عشوائي، إذن لم يكن هناك أشخاص محددون هم المقصودون بهذه العملية. على كافة الأحوال عربي مرزوق من برلين، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات، وبالتأكيد في انتظار المزيد من التفاصيل حينما تكون موجودة هذه التفاصيل.